أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد الأسبوعي. نقف معكم في هذه الحلقة على أهم التطورات الميدانية والعسكرية ونرصد الواقع المعيشي في الشمال السوري المحرر مع مراسلينا الذين ينضم إلينا بدر كجك من مدينة جرابلس ومحمد السباعي من مدينة الباب وعامر العاصي من إدلب. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك بدر، ما هي آخر التطورات على الصعيد العسكري في جرابلس والمناطق المحيطة بها؟ نعم أمير، بالنسبة للجانب العسكري هو سيد الموقف في هذه الفترات منذ قرابة شهرين إلى هذه اللحظة عقب التصريحات التركية الأخيرة التي ترجمها الجيش التركي والجيش الوطني السوري على إرسال تحديثات عسكرية مكثفة إلى نقاط التماس مع أسد ومع قوات النظام في مناطق مختلفة. لو نبدأ في منطقة جرابلس، وليس جرابلس، من الجهة الشرقية الجيش الوطني السوري قام بتعزيز نقاط الرباط في هذه المنطقة. أيضا في جرابلس الجنوبي تمتد جبهة خط السجور إلى 22 كيلومتر تقريبا. هذه الجبهة هي الأكثر سخونة، قصد تستهدف منازل المدنيين في تلك المنطقة بشكل متكرر أمير، براجمات الصواريخ والمدفعية. الدفاع المدني السوري سجل أكثر من 7 إصابات منذ قرابة شهرين إلى هذه اللحظة. تزيد هذه الاستهدافات التي تقوم قصد بالتركيز بها على منازل المدنيين الرد من قبل الجيش الوطني السوري ومن قبل المدفعية التركية المتواجدة في القواعد في محيط مدينة جرابلس وريف المدينة. أيضا استهدفوا نقاط عديدة لقسد بحسب عدة مواقع وصحف تركية أنهم تمكنوا من تدمير غرفة عمليات لقسد في محيط مدينة منبج. لا تزال التعزيزات والتجهيزات من قبل الجيش الوطني مستمرة تتمثل بتسيير أرتال عسكرية ضخمة و تخريج دورات عسكرية وإعداد للمقاتلين في المنطقة بهدف تجهيزهم وانخراطهم في المعركة العسكرية المرتقبة في شمال سوريا وشمال شرق سوريا. نعم أمير. نعم، بالانتقال إلى محمد السباعي مراسلنا من مدينة الباب. محمد، ماذا عن التطورات العسكرية والميدانية لديك في منطقة الباب؟ أطيب التحيات لك أمير وتحية لجميع السادة المشاهدين. حقيقة طبعا لا يخلو الأمر من الاشتباكات المتكررة دوما على جبهات مدينة الباب بريف حلب الشرقي. قبل يومين أيضا كانت هنالك محاولة من قوات النظام التسلل إلى نقاط عسكرية تابعة للجيش الوطني السوري على جبهة تادف. طبعا قوات الجيش الوطني قامت بالتصدي لهذه المحاولة، طبعا كما أصيب عنصر من الجيش الوطني برصاص قوات النظام. طبعا الاشتباكات تندرج دائما التي طبعا تحصل على أطراف مدينة الباب والجبهات المحيطة بها ضمن الإطار الروتيني. دائما ما يحصل هناك اشتباكات بين قوات النظام والجيش الوطني أو حتى أيضا بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني، وأيضا قصف متبادل من القواعد التركية على مواقع قوات سوريا الديمقراطية أيضا المتواجدة على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي. عامر العاصي مراسلنا من إدلب، بالنسبة للوضع لديك، ما هي آخر التطورات العسكرية في مناطق إدلب، الجبهات، خطوط التماس في ريف إدلب الجنوبي والغربي وأيضا ريف حلب الغربي؟ نعم أمير، الحقيقة هجمات مستمرة لنظام الأسد وحليفه روسيا على مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي، وأيضا هناك هجمات لقوات النظام وحليفها روسيا وبعض الميليشيات الموالية لهم على قرى سهل الغاز. الحقيقة الأيام السابقة اليومين السابقين كان هناك عدة هجومات من قبل قوات النظام على هذه المناطق، ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي تحديدا وريف حلب الغربي. رصدت المراصد المتواجدة في هذه المنطقة على هجمات النظام على ريف إدلب الشرقي أكثر من 100 قذيفة منذ الصباح حتى ظهر ذاك اليوم السابق. الحقيقة اليوم
البارحة كانت الهجمات خفيفة، لم تكن مثل اليوم الذي سبقها الأيام السابقة أو اليوم السابق، كان هناك تصعيد عنيف على هذه المناطق. اليوم كان هناك استهداف للقرى والبلدات والبلدات المحاذية لخطوط التماس البارة والفصيرة وبنين. هذه القرى تتعرض بشكل مستمر لقصف من قبل قوات النظام. بدر، بالعودة إليك، كيف كان رد فعل الجيش الوطني على القصف المستمر من جانب قسد؟ أنا بالنسبة لرد فعل الجيش الوطني، بحسب الجيش الوطني وغرف العمليات المتواجدة هنا، أنهم تمكنوا من قتل أكثر من 10 عناصر خلال الشهر الماضي. طبعاً العناصر اللي تبعونا لقادة التعبير، جاء هذا الرد من قبل الجيش الوطني عقب استهداف قسد لمنازل المدنيين في مناطق كانت قسد تركز على منطقة الحلوانجي والتوخار الكبير والتوخار الصغير وطول امتداد نهر السلسور. أيضاً بالنسبة لضفة الفرات الغربية لم تسلم من القصف أمير، بل قامت قسد باستهداف هذه المنطقة بأكثر من 7 قذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة. كون المنطقة قريبة جدا تفصل بين جرابلس وبين نقاط قسد يصلها نهر الفرات فقط ما يقارب 1 كيلومتر تقريبا، أي يرى يستطيعون أن العناصر قسد أن يستهدفوا مناطق المدنيين بالرشاشات الثقيلة والبنادق والقناصات. المدني السوري قام بإسعاف عائلة منذ قرابة 15 يوما، وقامت قسد بإعادة الاستهداف على سيارة الدفاع المدني مما أدى إلى إصابة عنصر الجيش الوطني السوري. قام باستهداف نقاط لقسد حيالة بعد هذا الاستهداف في منطقة دور مغار، ونقاط عديدة تتبع لقسد كانت تقصف منها المدنيين في مناطق جرابلس وريفوة. نعم. بدر، ماذا عن التعزيزات العسكرية التي ترسلها تركيا أو ترسلها الفصائل إلى منطقة ريف حلب المحاذية لقسد، لجبهات قسد؟ أما أمير أرتال عسكرية كانت أكثر من 10 أبتال أو أكثر من 15 رتلا دخلوا من بوابات عديدة، منها جرابلس ومنها باب السلامة ومنها أيضا وصولا إلى إدلب. دخلت هذه الأرتال إلى أماكن تواجد القواعد التركية التي تكون بعيدة نوعا ما عن خطوط التماس، التي تكون هي أشبه بغرف العمليات وقيادة الحركة العسكرية المرتقبة. الأرتال أمير ضمت عدات لوجستية ودبابات ومدافع ثقيلة بالإضافة إلى جنود من الجيش التركي والقوات الخاصة، دخلوا إلى الأراضي السورية وتمتزجوا في القواعد. أما عن الجيش الوطني السوري، لا يزال الجيش الوطني يدفع بالتعزيزات باتجاه الجبهات أمير وباتجاه نقاط التماس مع قسد، وتشكيل مركزيات عديدة للجيش الوطني في المنطقة بهدف رفع الجاهزية وللتدخل في حال حدوث أي طارئ. نعم أمير. طيب عمر العاصي من إدلب، هل كان هناك رد فعل عسكري على التصعيد الذي قام به النظام في إدلب وريفها وريف حلب الغربي؟ هذه المنطقة على استهداف بعض المواقع لقوات النظام وروسيا، لكن هذا الاستهداف وهذا الرد لم يكن يقارن الاستهداف الذي قام به النظام بهذه القرى وهذه البلدات، لكن عملت الفصائل على استهداف بعض المواقع لقوات النظام وروسيا. طيب ماذا عن تحضيرات الفصائل لديك على خطوط التماس وانتشارها؟ الحقيقة تعمل فصائل على تحصين هذه الخطوط، خطوط التماس، وتعمل على رفع تواتر في المناطق التي تصل على قوات النظام من أجل عدم استهداف هذه المنطقة وعدم استهداف المدنيين، لأن قوات النظام في الفترات الأخيرة عملت على تثبيت قواعد كورنيت. هذه القواعد تعمل على استهداف التحركات بشكل مباشر في المناطق التي تصل على مواقع تمركز النظام، لذلك قامت هذه الفصائل المتواجدة في هذه المنطقة برفع تواتر من أجل العزل المناطق، مناطق التي تسيطر عليها هذه الفصائل عن منطقة النظام لعدم حدوث أي إصابات وعدم حدوث أي استهداف بشكل مباشر. طيب محمد السباعي مراسلنا من مدينة الباب، في موضوع العملية التركية والتحضيرات لها،
كيف يبدو الوضع العسكري من ناحية الأرتال والتعزيزات ومن ناحية الانتشار على خطوط التماس مع قسد لديك في منطقة الباب؟ طبعا دائما ما يكون هنالك تعزيزات للقوات العسكرية التركية على خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية على الجبهات المتاخمة لمدينة الباب. أيضا الجيش الوطني السوري طبعا دائما ما يعزز هذه النقاط العسكرية على جبهات قوات سوريا الديمقراطية أو حتى أيضا على جبهات قوات النظام. دائما هنالك ما يكون تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش الوطني وتعزيز لهذه القوات تحسبا لأي محاولة تسلل أو حتى أيضا اشتباكات قد تحصل في المنطقة. طبعا القوات التركية دائما ما يكون هنالك أرتال وتعزيزات عسكرية تدخل إلى مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي بشكل عام منذ الإعلان عن العملية العسكرية التركية التي طبعا من المتوقع أن تبدأ خلال الفترة المقبلة. منذ أن تم الإعلان عليها والأرتال العسكرية لم تهدأ في عموم المنطقة، حتى أيضا تعزيز النقاط العسكرية على جبهات القتال دائما تكون على استعداد تام لأي محاولة لتسلل قوات سوريا الديمقراطية أو اشتباكات قد تحصل، إضافة إلى رفع الجاهزية لقوات الجيش الوطني السوري في عموم المنطقة والتدريبات التي لم ينتهي حتى الآن منها الجيش الوطني. دائما ما يكون هنالك استعداد لهذه المعركة المرتقبة، وحتى أيضا هذه الاستعدادات تكون بالمناورات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني السوري. ابقوا معنا مراسلينا محمد وعامر وبدر. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذه الحلقة من المشهد الأسبوعي، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومن جديد أيضا أرحب بمراسلينا بدر كجك من جرابلس ومحمد السباعي من مدينة الباب وعامر العاصي من إدلب لنتحدث في حلقة المشهد الأسبوعي عن تطورات المشهد الميداني داخل سوريا وفي الشمال السوري. أبدأ معك بدر، الدفاع المدني أصدر تقريرا رصد فيه حالات الغرق والحرائق وحوادث السيارات، هل هناك جديد بهذا الخصوص خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة؟ نعم أمير، بالفعل الدفاع المدني منذ فترة إلى أخرى يحاول أن يحذر المدنيين من خطورة خصوصا السباحة في هذه الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة جدا، والعديد من الأهالي يقضون الكرات. أكثر من 10 حالات غرق تعرض لها الأهالي والمدنيين هنا في جرابلس، مما أدى إلى وفاة الأشخاص الذين غرقوا في النهر، منها حالة تم إسعافها إلى المشفى
استطاع الكادر الطبي أن يسعف هذه الحالة. الدفاع المدني قام بنشر بروشورات عديدة على أطراف نهر الفرات تحذر من خطورة السباحة في أماكن عميقة من نهر الفرات، تصل غمق المياه إلى ما يقارب 20 متر تقريبا نتيجة الحفريات ونتيجة المقالع المنتشرة في المنطقة. أما عن الحر، أمير الدفاع المدني أيضا أصدر عدة تحذيرات للأهالي وقال أن على الجميع عدم الخروج في وقت الظهيرة ووقت اشتداد موجات الحر التي تصل فيها درجات الحرارة إلى أكثر من 47 درجة مئوية في مدينة جرابلس وريف المدينة. ربما هناك حالات لضربات شمس قدمت إلى مسفى مدينة جرابلس، استطاع الكادر أن يعالج هذه الحالات. هذا ما يعمل عليه الدفاع المدني في المنطقة بشكل عام أمير، من تحذيرات وتوعية للمدنيين عن طريق ربما بروشورات أو عن طريق المعرفات الرسمية للدفاع المدني أو عن طريق فرق تعمل أو تجول في المدينة لنشر التوعية. نعم أمير. طيب عامر العاصي، هل هناك جديد بخصوص حصيلة الحرائق وحوادث السيارات في إدلب؟ أمير، خفت في الفترة الأخيرة الحوادث في هذه المنطقة. أحصائية دقيقة لم أتمكن من الحصول عليها من خلال الدفاع المدني، لكن بالنسبة للحوادث في هذه الفترة يعني خفت نسبة الحوادث من خلال البروشورات التي عمل الدفاع المدني على نشرها في الطرقات الرئيسية والطرقات الفرعية والتحذيرات التي أطلقها الدفاع المدني خلال الفترات الأخيرة لتحذير الأهالي من عدم السرعة ومن تخفيف السرعة في الطرقات التي لا يمكن للسائق السرعة فيها. وفي الطرقات المزدحمة عملت فرق الدفاع المدني على تحذير الأهالي من خلال بروشورات ومن خلال عارضات على الطريق ومن خلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي كل ومن خلال فرق الهوالة أيضا عملت على تحذير الأهالي وتوعيتهم من عدم السرعة في الأماكن المزدحمة وفي الأماكن وفي الطرقات التي لا يمكن للسائق السرعة فيها. وماذا عن الإرشادات المرورية عامر؟ يعني كلنا رأينا الفيديو المتداول الذي نشر للرجل الذي يمر من الشارع الأول إلى الشارع الآخر، طريق سريع وتسبب بحادث كبير. ماذا عن إرشادات السير في المناطق المحررة؟ الحقيقة تعمل فرق الدفاع المدني جاهدة على تحذير الأهالي من عدم السرعة ومن عدم الازدحام في الطرق الرئيسية، لأن الطرق الرئيسية هنا ضيقة، لذلك مجرد أن يصبح فيها عدد من السيارات تصبح هذه الطرق غير قابلة للسرعة وغير قابلة للمرور بشكل سريع. لذلك عملت فرق الدفاع المدني على وضع لافتات على الطرقات وبروشورات خصوصا على الطريق الدولي الواصل من معبر باب الهوى إلى مدينة إدلب. كثفت فرق الدفاع المدني جهودها على هذا الطريق لأن هذا الطريق في الفترات الأخيرة زادت نسبة الحوادث به بشكل كبير. لذلك تعمل فرق الدفاع المدني من خلال البروشورات ومن خلال اللافتات ومن خلال الفرق الجوالة على توعية الأهالي من عدم السرعة ومن عدم زيادة السرعة ومن الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لأن غالب الحوادث تحصل في الطرقات المزدحمة وفي الطرقات الرئيسية. طيب محمد السباعي من الباب، بالنظر إلى التطورات المستمرة في قضية الاحتجاجات على نتائج الثانوية العامة لهذا العام، إلى أين وصلت تطورات هذه القضية؟ طبعا بخصوص الاحتجاجات حول طلاب الشهادة الثانوية ليس فقط في مدينة الباب بل بكل مناطق حلب الشمالي والشرقي، ولكن في مدينة الباب طبعا ينتظر الطلاب طبعا رابط يقدمون عليه الاعتراضات أو ينتظر طبعا البدء بتقديم الاعتراضات لدى مديرية التربية في مدينة الباب بخصوص ما حصل من ارتفاع كبير في نسبة الرسوب في المدينة. طبعا هذا الاحتجاج شهدته كافة المنطقة وكان طبعا من المفترض أن يخرج به طلاب في مدينة الباب، ولكن عندما تجمع الطلاب على مبنى أمام مبنى مديرية التربية
قام مدير التربية بالخروج إلى المركز الثقافي وعقد هنالك أيضا اجتماعا مع هؤلاء الطلاب للحديث والاستفسارات عن أسئلة الطلاب والإجابة عليها. طبعا كان هنالك أسئلة كثيرة ومتنوعة للطلاب، كان منها ابتداء بالأسئلة الخاطئة التي وردت في الامتحان النهائي، وأيضا نسبة الرسوب المرتفعة، وحتى أيضا كشف العلامات الذي لم يصل إلى الطلاب بشكل رسمي. جميع هذه الاستفسارات أجاب عنها مدير دائرة التربية والتعليم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ولكن طبعا لا يوجد أي جديد بخصوص هذه القضية سوى الانتظار لفتح باب الاعتراضات للطلاب من قبل مديرية التربية في مدينة الباب. إذن لم تحل هذه القضية؟ حتى الآن لا يوجد أي حلول لهذه القضية بشكل رسمي في مدينة الباب وكافة مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، لأن هذا الموضوع طبعا عانى منه كافة الطلاب في مدينة الباب، في بزاعة، في قباسين، في مدينة إعزاز أيضا. جميع هؤلاء الطلاب قد اشتكوا من هذه الأخطاء التي وردت في الامتحان، وأيضا كانوا محتجين على نسبة الرسوب المرتفعة. طيب بدر، لو تحدثنا لديك في جرابلس عن الواقع الاقتصادي، كيف يبدو موسم الصيف عندكم؟ نعم أمير، بالنسبة للواقع الاقتصادي في المدينة في فصل الصيف بالتحديد، تنتعش المدينة اقتصاديا نتيجة انتشار المزروعات المختلفة والمتنوعة على ضفاف نهر الفرات، خصوصا من الجهة الغربية المتاخمة لمدينة جرابلس. تتنوع الأصناف أمير، من البندورة مثلا إلى الباذنجان إلى الخيار إلى جميع الخضروات وري وسقي الفواكه المتواجدة في المنطقة. الآن بدأ موسم قطاف الفستق الحلبي، يستطيع التجار والمزارعين مزارعي الفستق الحلبي من بيع محاصيلهم التجارية الزراعية عفوا إلى التجار وإلى باقي المناطق، لا سيما في إدلب، وربما بعض التجار يقوم بالتصدير إلى تركيا، لكن هناك عقبات كثيرة أمير تقف أمام المزارعين بشكل عام. لو عرجنا على أهم هذه العقبات، هي عدم وجود دعم رسمي وكافي للمزارعين من ناحية الأسمدة، التي لا يستطيع أغلب المزارعين تأمين الأسمدة لمحاصيلهم الزراعية، إن كان خضروات وإن كان بقوليات أو باقي المحاصيل الزراعية في المنطقة. أيضا استجرار المياه من نهر الفرات، بالرغم من أن النهر قريب جدا إلى المنطقة، إلا أن تكلفة استجرار المياه إلى الأراضي الزراعية لريها بحكم أن أغلب الخضروات تحتاج إلى مياه وفيرة جدا أمير، وهذا الأمر يكلف المزارعين عبء كبير، وهو المحروقات التي ارتفع سعرها طيب بشكل كبير جدا. نعم. أعود إليك عامر، في إدلب هل يبدو الوضع مختلفا، وما هي المشاكل التي يعاني منها المزارعون هناك؟ الحقيقة يعاني القطاع الزراعي وخصوصا في سهل الروج الذي يعتبر السلة الغذائية لمحافظة إدلب من جفاف شديد في هذه الفترات تحديدا. عملت حكومة سنقاذ على تفعيل محطة عين الزرقاء. عين الزرقاء تعتبر الشريان الرئيسي لسهل الروج بالنسبة للمياه ومياه الري، لكن التكلفة التشغيلية لهذه المحطة كبيرة جدا، تفوق حجم المزارعون في هذه المنطقة التي تعتبر السلة الغذائية لإدلب. لذلك تراجعت الزراعة بشكل كبير، واتجه المزارعون لزراعة الزراعات الشتوية التي لا تحتاج إلى مياه ري كبيرة. لذلك هذا ما أثر بشكل سلبي على الخضروات. الخضروات من الزراعات التي تحتاج إلى ري ومياه بشكل كبير. عزف غالب المزارعون في سهل الروج عن هذه الزراعة واتجهوا إلى الزراعات الشتوية. لذلك تراجعت وبذلك ارتفعت أسعار الخضروات في محافظة إدلب عموما. في ختام هذه الحلقة أشكركم مراسلينا على كل التفاصيل والمعلومات التي زودتمونا بها. عامر العاصي كنت معنا من إدلب، أيضا أشكر بدر كجك من جرابلس ومحمد السباعي من مدينة الباب، والشكر
كذلك موصول لكم سادة المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج المشهد الأسبوعي، على أمل اللقاء في الأسبوع القادم بأمان الله.